تتواصل فعاليات مبادرة حياة كريمة لتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة في مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة ضمن مجموعة من المحافظات التي تستهدفها الحملة. وتأتي الحملة بهدف رفع العبء عن كاهل المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، حيث تم توفير كميات كبيرة من اللحوم بتخفيضات كبيرة بمدينة إيتاي البارود اليوم وعدد آخر من المراكز على مدار الأيام الماضية، مع استمرار الحملة خلال الفترة المقبلة لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتوفير اللحوم والدواجن بأسعار مخفضة. متوسط الأسعار بالنسبة للحمة المستوردة 185 جنيه، بالنسبة للفراخ ب 90 جنيه، باللحمة المفروم 195، وإن شاء الله هيكون في منافس ثابتة غير المنافس المتحركة دي، لحوم بلدي هتبقى عاملة 310 جنيه. تمام، حلوة، ممتازة، ممتازة، وأقل من بره يامي، من بره ب 400 جنيه، بره اللحمة ب 400 جنيه، واللي معاش 400 جنيه مش هياكل لحمة، دي حلوة على قد إيد ممتازة.